في حكاية الليلة شابة كتقسم معنا تفاصيل علاقة اللي غادي تغتر فيها بالعشق والحب ووعود خادعة مع تفاصيل أكثر جرأة من قبل الطرف الثاني. حكاية الليلة منها عدد كبير في مجتمعنا المغربي وحتى العربي. حكاية الليلة هي فرصة باش أنني نشاركها مع البنيتات اللي في نفس المرحلة أو كيعيشوا نفس الأشياء ديال صاحبة القصة باش يتعلموا من الخطأ ديالها وتكون لهم عبرة، وأيضا تكون عبرة للأمهات وحتى الأباء باش يعرفوا كيفاش يتصرفوا مع بناتهم قبل ما أنهم يطيحوا في هذا الغلط. ما تمشوفين بقوا معايا في حكايتنا الليلة، كيف العادة غادي تكون للعبرة وليست للمتعة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه كيف العاده. اذا كنتي جديد على القناه ما تنساش انك تلتحق بنا، فالعائله غاديه وكتكبر، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك. ما نتعطلوش اكثر وخليونا ندخلوا في حكايتنا الليله. لنبدا. صاحبة القصة اختارت كاسم مستعار عفت. كتقول عفت: حياتي قبل الحكاية اللي غادي نشارككم الليلة كانت زوينة بزاف وعامرة بالأصدقاء، وكنت نخرج وكنت إنسانة نشيطة وفرحانة في حياتها. كنت كندير بزاف ديال الأنشطة، كنت فراشة بما تحمله الكلمة من معنى. غادي يجي واحد الوقت اللي فيه تقربت من مولانا وعرفت بلي أنه طريق الالتزام غادي تكون أحسن حاجة غادي ندير، وأنا ندير الحجاب ديالي. غادي نكبر وسط عائلة اللي كتكون من أم ربة بيت وأب اللي خدام خارج البلاد، وعندي اختي كبر مني وخويا اللي صغار مني. أما عن حالتنا الاجتماعية فكانت متوسطة والحمد لله. ولكن أحداث قصتي غادي تبدأ في 2020 لما كان في السن ديالي 23 سنة. كنت تعرفت على واحد الشاب في فيسبوك من نفس المدينة ديالي واللي كان باقي تيقرأ، كان عندنا نفس العمر، هو فيتني غير في 3 شهور. غادي نتعرف عليه لمدة شهر قبل ما مات جداتي، ومن بعد غادي نقبل باش أنني ندخل معاه في علاقة. غادي نتلاقى به أول مرة وأنا يلاه شهرين قبل ما نتعرف عليه كنت درت الحجاب، أو بالأحرى كنت إنسانة ملتزمة بزاف، وحتى هو غادي يكون معايا ولد الناس ومحصار مني وديها في صلاته. غادي نبقاو في علاقة كيف قلت لكم، هو تيقرأ وأنا يلاه ساليت من الجامعة، وكنت دفع البوليس والفندقة وأي امتحان كان خرج كنت كندفع ليه حيت كنت بغى نخدم. المهم غادي يدوز على علاقتنا 3 شهور وبدا كيوعدني بالزواج، وفي نفس الوقت بدا كيتحكم فيا: ما تقرايش، جلسي من القرايه، ما تخدميش، ما دوزيش امتحانات. هذا الشيء كله وحنا مازال في علاقه، كاين فقط غير وعد بالزواج غير بالكلام. ماما وماما غادي يكونوا عارفين بلي انه هذا الانسان بغى باش يتزوج بيا او لبغاني في الحلال، ولكن حتى شي خطوه مازال ما دارها. فكنت تنقول انا مع راسي مادام انه باغيني المعقول ما فيها باس انني ندير داكشي اللي هو بغى، علاش غادي نقرا وعلاش غادي نخدم. انا كفكرت تبعت هضرته وجلست في الدار. من بعد بدينا كنتلاقاو بزاف، حتى ولنا كنخرجوا كنتلاقاو بالسوايع. بابا كيف قلت لكم ما كانش معنا حيت كان تيخدم في الخارج، وماما كانت عارفه على اساس انه غادي يتزوج بيا وناوي بيا المعقول، داكشي باش كانت كتسمح لي انني مره نخرج معاه. اما عنه هو فكان مهتم بيا لاقصى درجه، وباش نكون معكم صريحه كنت نسمع بزاف ديال القصص اللي فيها ما تيقوش وهذه خانة هذا وهذه دار ليها هذا، ولكن قلبي كان تيقول لي بلي انه فلان غير، يعني راه ملاك في صفه انسانيه، ما يمكنش كيفاش كيتعامل معايا وما يمكنش نلقى شي حد بحاله. اي قصه سمعت نتاع شي وحده كيخدعها الطرف الثاني ولا كيضحك عليها انا دائما تنقول لا، فلان انا تايقه فيه ما غاديش يدير لي بحال هكا واخا ما عرفت اشنو يطرى. تنقول ربي رزقني بواحد الراجل ما كاينش بحاله، ما حد علاقتنا كتطول، ما حد علاقتنا كتزيد صحاح، كان ما بيناتنا واحد الانسجام واحد الحب عجيب. باقا كنعقل واحد النهار في شهر 12 من بعد ما دازت 4 شهور على علاقتنا قال لي بلي انه كيقسم لي بالله عمرو ما غادي يخليني ولا غادي يتخلى عليا، وجبد المصحف الكريم وحط عليه يديه وحلف به وعطاني عهد بلي انا ليه وهو ليا. وهنا بلا ما نفكر غادي نرتكب واحد الغلط، وهو انه بقوه ما تغريت بهذا الكلام غادي نعطيه نفسي بدون ما غادي نتردد. من بعد هذا النهار غتستمر الحياه عاديه عنده ماشي عندي، بقى هو دائما مهتم بيا الى ما اخره، ولكن انا بيني وبين نفسي جاني عذاب الضمير اللي هو خطير. كيفاش تجرأت وقدرت ندير داكشي؟ ما بقيتش مرتاحه
وقت ما تخاصمت معاه كان تيشدني واحد الخوف اللي هو رهيب، وكان مرض بمجرد ما اني كنفكر بلي انه صافي غادي يسمح فيا وبلي خدا مني اخلى ما تنملك. وشنو غادي ندير في هاد المحنه؟ كنا واحد النهار تناقشنا وغادي نتعصب وغادي نبدا كنغوت وغادي نطيح كوما، غادي يديني كيجري بيا عند الطبيب. في ديك الوقت قالت لي الطبيبه بلي انه عندي اعصاب خايبين وبزاف، عطاتني الدواء حتى حسيت براسي مزيان. المره الثانيه لما حسيت راسي انني توقت شويه غادي يقول لي نتفرقوا، غير تنطق نتفرقوا انا كنمرض من جديد. كيهزوني للمره الثانيه لعند الطبيب والدويات ديال الاعصاب وواحد الاسماء نتاع الادويه اللي كيخدروك وصف غادي يدوز عليا اخيب مده ديال ديك الوقت اللي كنت فيها كنشرب هذا الدواء. فين ما كنا كنتخاصموا كان كيهددني بديك الكلمه، اقسم بالله الى قلبي كانت كتشعل فيه العافيه لدرجه انني كنبقى نرجع وانا اصلا ما واكله والو، وكان ضعاف حتى وليت حالتي. بدون تفاخر اللي كان تيشوفني تيقول لي غساله ما شاء الله عليك. من بعد كل شيء ولا تيقول لي وليت كنخلع حيت وليت في واحد الحاله يرثى لها، حالتي حاله، وليت انسانه غير شارده في التفكير ديالي رغم انني كنت مصالحه معاه، ولكن بالي ما كانش مرتاح. واحد الوقيته غادي نحيد الحجاب، علاش؟ حيتاش لقيت بيني وبين راسي انني مغطيه راسي ولكن كل اخطاء، وكندير شي حوايج ما كينطبقوش مع شنو حاطه فوق من راسي. وليت كنحس راسي منافقه مع ربي. داكشي باش حيدته من جديد، ها هو بدا كيتحكم فيا وكثر من القياس. ما تخرجيش بوحدك مع ماما كلا، مع صحابات كلا، ما تسخريش، ما ديريش هادي، ما تلبسيش هادي، تيقولي ما تلبسيش الجينات، ما تصايبيش شعرك، ما تخرجيش به، ما تمشيش للعراسات، ما تمشيش للقهاوير ريستورات، لا. داكشي كان بزاف، وليت مخنوقه وجالسه غير في الدار وما بيناتنا لا زواج لا حتى حاجه. مازال اقسم بالله الا وصلت واحد المرحله فيها عييت. تخيلوا كنت كيف شي فراشه نشيطه واخا غير في الدار. من بعد ما زرير معايا وليت بحال شي مومياء غير جالسه وسد عليا، وكنت تحسر وقلبي كيتقطع. رغم داكشي غادي نصبر معاه حتى 2022. فهاد الشهر اللي فات تزاد عليا الحال وقلت ليه بلي انه بغيت نمشي لعند واحد الراجل في واحد المدينه اللي قريبه لينا يمسد ليا كرشي بومزوي الوجع ديال البرد. قال لي انا ما مساليش، وهنا بقى فيا الحال بزاف. غادي نصيفط ليه ميساج في التليفون وقلت ليه ما نساش خيرك ايامات كنتي كديني للطبيب، ولكن انا دابا راني محتاجه لك. قال لي تسني حتى يجي باك، وانا بابا خدام في اوروبا كيف قلت لكم. قلت ليه واش انا نتسنى بابا 20 يوم ولا شهر حتى يجي؟ راني كنتالم. وزدت لي حداها هذه هي تنبغيك وتندير على قبلك هذه وهذه وهذه، غادي تقلق وغادي يقول لي ما كنصلح ليك ما كتصلحي ليا، والله يعاونني ويعاونك. رغم ذلك انا ما كنت دايره والو وغادي نطلب منه السماحه، وزوجت فيه باش ما يخلينيش، ولكن هو كان مصمم على الفراق. قسما بالله حتى غادي تدوز عليا بديت كنبكي كنبكي بحال شي بيبي، ماشي حيتاش كنبغيه ولكن حيت ضيعت اخلى ما عندي معاه، وعلى ودي داك الامر هو اللي خلاني نصبر للدل وبزاف ديال الحوايج. كنبكي حيتاش كحلت وجه والديا، كنبكي حيتاش ما قادراش نشوف وجه والديا. شنو غادي ندير في هاد المصيبه؟ شنو غادي ندير وسط مجتمع الشرف عنده مقدس وانا ضيعته؟ اقسم بالله الى الجيران تيضربوا بيا المثل بلي انا مراه ونص وما كاينش اللي يقدر يتفلى عليا. منين تنسمع هاد الهضره كنبغي نقج راسي لدرجه انني فكرت في الانتحار باش نتهنى لو كان ما وقفش معايا واحد الاستاذ نتاع التربيه الاسلاميه اللي كان تيقريني وشكيت عليه بدون ما انني نتكلم معاه في تفاصيل ادق. وغادي ننسب داكشي كامله اللي قلت ليه لواحد البنت، وسولته اذا شي حد انتحر حيت عيا واش ربي غادي يغفر ليه؟ غادي يشك فيا؟ وغادي نقول ليه لا راه غير واحد صاحبتي. باختصار كان السبب باش انه بردني شويه حتى تراجعت على هذا القرار. كتقول عفات من قال لي نتفرقوا غادي نجمع حوايجي وغنمشي لواحد المدينه عند صاحبتي. جلست معاه شي يامات حتى بردت، وغادي نعاود نرجع لمدينتي. عاوتاني درت محاوله باش انني ندوي معاه، لقيته مصمم على نفس القرار اننا نتفارقوا. قلت صافي ما بقاش الحل، غادي نصيفط ليه ميساج وغادي نقول ليه الله ياخذ فيك الحق ما غاديش نسمح لك. بدا تيبان ليا فهاد اللحظه راسي رخيص بزاف، والمستوى اللي وصلت ليه ما بقاش كيشرف. من بعد غادي ناخذ قرار باش انني نضرب عليه وبمره، وما نبقاش انا نتسوق ليه ونبدا حياه جديده. وبما انه كان ضد باش انني نحط تصوري في مواقع التواصل، غادي نحل كونتات جداد وغادي نحط تصوري من جديد، غادي يوليو عندي اصدقاء جداد، وهو غادي يشوف داكشي ما غاديش يعجبو الحال او لا
جات واحد الغيره وغادي يجي يدوي معايا وغادي يطلب مني باش اننا نرجعوا الامور للمجاري ديالها. صراحه لقيت راسي بلي انني تنبغيه بالصح، وحتى هو نفس الحاجه. ديك الوقت لما طلب مني داكشي كانوا معايا واحد جوج صحاباتي اللي عمروا لي الراس عليه مزيان، وهما اصلا من ديما ما عندهمش معاه. غادي نسمع ليهم ودرت فيه وقلت ليه الله يعاونك. نفرتو حيت كرهوني فيه لدرجه انني ما بقيتش كنحملو، حتى بلوكيتو من كل شيء. من بعد ما بردت ودازو شي ايامات تنادم معايا الحال، وبقيت تنبكي وكنقول يا ربي قول لي شنو ندير. وليت كل نهار كنفيق الفجر كنصليه وكنقرا القران وكنرجع لبلاصتي كنبكي كنبكي حتى كيديني النعاس. حاليا جاتني فرصه باش انني نمشي للصين، درت صلاه الاستخاره فيها ودرت حتى صلاه الاستخاره فيه هو. صراحه انا حايره واش نرجع مع هذا الانسان حيت بدينا تندويو مع بعضنا، اولا نمشي نسافر، اولا نبني حياه جديده اللي بديت كنقاد فيها في الوراقي. انا حيره ما بين قلبي وعقلي ومستقبلي، شنو ندير والام ديالي معوله عليا باش انني نهزهم، علما انني ضيعت فرص كثار لاي بنت كتحلم بهم. ضيعت الزواج بشباب اللي هما طيبين، ضيعت فرص اني نمشي لاوروبا، ضيعت فرص ديال القرايه والخدمه، وبقيت متشبته به غير بوحدو. كنقول مادام انني بغيته الا وانني قادر باش نتخلى على كل شيء. عطيت بزاف هاد العلاقه بدون ما نربح شي حاجة. عفت كتقول من خلال القصة ديالها والأحداث اللي عاشت ما تثقوش شي شخص، وخاد الإنسان يقطع لحمه على قبلكم وهو ما دارش معكم شي حلال، حيتاش راه غادي يدير المستحيل ويبين لكم بلي أنه كيدير المستحيل غير باش ياخد داكشي اللي بغا، ومن بعد غادي يعطي ظهره ويمشي في حاله. كتقول اللي دزت منه ما بغيت حتى شي وحدة تدوز منه، كنت ضحية حب وضحية ثقة، عطيت وكانت أمنيتي أنني نكمل أنا وياه حلالا طيبا. درت بزاف ديال الحوايج ولكن فشلت وتخدعت وتغريت. ما طيحوش في شنو طحت، انا غلطت مع ربي عرفت، وكل نهار كنطلب منه باش انه يسمح لي، وحاليا انا تنفكر باش انني نلتزم وبمره. وهذه هي حكايه عفت. هادو هما التفاصيل اللي عطاتني على القصه ديالها، ولكن الصدمه هي فاش كانت قالت لي دويت معاه باش انه يرجع ليا باش يسترني، حيت عارفه انه البنت بدون شرف ما كتسوى حتى شي حاجه، وبلي حتى حد ما غادي يقبل عليا. انا عارفه بلي انك غادي تسمعي حكايتك، غادي نقول لك مني كاخت ليك. تخيلي اذا عشتي هاد الكل وانت مازال ما تزوجتيش به، كيفاش اذا تزوجتي به؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، واش تقبلي انه يسترك امام المجتمع وتعيشي مظلومه ومريضه ومتالمه بينك وبينه؟ فالزواج راه ماشي هو نظره المجتمع، الزواج هو لما كتدخلي لدارك وكتسدي عليك انت وهذا الشخص كيولي كيبان المعدن تاع كل واحد فيكم. شوفي انت ديك اللحظه شنو غادي تعيشي وكيفاش غادي تعيشي، واش غيكبر بيك، واش غيحترمك، واش غيعطيك قيمه انك تزيدي القدام وتبني معاه اسره، اولا غادي يحتقرك ويهبط منك ويألمك وتندمي علاش انك درتي هذه الخطوه. رايي غادي نقول لك فعلا انك غلطتي، ولكن إن الله غفور رحيم. غلطتي صحيح، ولكن من قيل لك بلي أنه ربي ما غاديش يسترك بشي إنسان غادي تفهم هذا الأمر؟ غلطتي أكيد، ولكن أنا متأكدة أنه غادي تغلطي أكثر إذا طلبتيه أنت باش أنه يتزوج بك وهو ما مقتنعش بك، وأنت كيف الشمعة غزالة قلبا وقالبا من خلال الصورة اللي شفت. في الأخير غادي نقول لك عفت، القرار تيرجع لك، يتزوج بك أو لا هذا الأمر كيخصك، ولكن ما تبيعيش راسك رخيصه. وهذا هو رايي المتواضع وراني عطيته لك وتقاسمته معك. اما عنكم يا متابعين يا كرام، قولوا لي واش غلطت في هذا الكلام اللي قلت، وضروري تخليوا ليها الراي ديالكم باش توجهوها حتى تعرف الخطا من الصواب. وكيف قلت في الاخير القرار تيرجع ليها. شكرا على متابعتكم. من هذه القصه تنستنتجوا باللي انه الامهات يتصاحبوا مع وليداتهم، الاباء يتصاحبوا مع بنيتاتهم، البنات او المراهقات او اي وحده غاديه في هذا الطريق وكتسمعني دابا، بغيت نقول لها من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انكم استفدتوا منها. ما تنسوش ارائكم تعطوهم لعفات. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.